من البصرة أعلن ديوان الوقف السني عن طي صفحة الطائفية التي أراد البعض تسييد لغتها في العراق. هذا الإعلان جاء على هامش افتتاح آخر مسجد تابع للوقف مغلق منذ عام 2008. نعلن أن صفحة الطائفية في البصرة قد انتهت وإلى الأبد. نعم، إنه جامع العشرة المبشرة، إنه جامع الشيخ الشهيد نادر الرويعي رحمه الله. هذا المسجد الذي أغلق منذ عام 2008. ويطالب رجال دين في البصرة بإعادة فتح الأضرحة المغلقة في المحافظة، بضمنها ضريح أنس بن مالك الواقع في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة، نظراً لما يشكله من أهمية كبيرة للمسلمين في كافة أرجاء العالم. حقيقة في محافظة البصرة بقي لنا جامع سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه في منطقة الشعيبة، لأن جامع سيدنا أنس حقيقة مدفون سيدنا أنس ومعه شعرات من شعرات النبي في ضريحه صلوات ربي وسلامه عليه، وأيضا كفنه رداء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأيضا دفنت معه عكاز النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فنرجو من المحافظ أيضا أن يلتفت للأضرحة. ولا يشكل افتتاح المساجد المغلقة في البصرة إعلانا لانتهاء حقبة من عمليات الثأر وغياب العدالة وسيطرة المسلحين لفترة طويلة فحسب، فهو بالنسبة لأبناء المذهب السني ترسيخ لسمات ومبادئ الدين الإسلامي. غلق المسجد حوالي يعني 11 إلى 12 سنة، يعني من زمن 2006 2007 هذه الأزمنة غلق الجامع، بل وحرق أيضا وعاد بناؤه في هذه السنة، والآن فتح من أجل أن يبينوا للناس قد نفذت هذه الطائفية وقد عاد الإسلام قويا. وتعرض مسجد العشرة المبشرين بالجنة وسط مدينة البصرة للتفجير عام 2007 إبان فترة اشتداد حدة الصراع الطائفي الذي كاد أن يقود البلد إلى حافة الهاوية. وبافتتاح جامع الشيخ الشهيد يطمح العراقيون أن تكون حقبة الصراع الطائفي انتهت دون رجعة، وهذا ما أكده رجال دين في البصرة، وهو ما يتفق مع ما يعتقده أغلب العراقيين بأن التجربة الطائفية لم تكن صراعا من أجل الدين نفسه بقدر ما كانت صراعا سياسيا. نجح العابدي، الحرة، البصرة.